بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء فإني أشكركم شكر الجزيل على تفاعلكم معنا واهتمامكم الكبير بفيديوهاتنا وحبكم لمواضيعنا المتواضعة وثقتكم بنا في طرح أسئلتكم علينا، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، ولا تؤاخذونا إن صدر منا بعض التقصير، فإنما نحن بشر نصيب ونخطئ، والكمال لله تبارك وتعالى. أما موضوعنا اليوم وعشبتنا في هذا الفيديو هو عشبة مثل أخواتها، يراها كل الناس وندوس عليها بأقدامنا ليل نهار ولا نلقي لها بال، والدول الأوروبية يقطفونها ويجففونها ويطحنونها ثم يبيعونها ب50 أورو للكيلو الواحد، وهو ما يساوي عندنا في المغرب ب500 درهم، ونحن لا نعرفها أصلا، وهي منتشرة في كل مكان، وخاصة في هذه الفترة بالضبط من كل سنة، يعني شهر أبريل وماي، فهي الآن مخضرة ومزهرة. فمن المؤسف حقا أن نلتجئ إلى العلاج بالكيماويات الباهظة الثمن وندع ما من الله به علينا من خيرات في الطبيعة من أعشاب وغيرها مجانا بدون كلفة وبدون منغصات صحية وأعراض مرضية نحن في غنى عنها. فيا رعاكم الله، عودوا إلى صيدلية الله الطبيعة، فإن فيها الخير والطمأنينة. فقبل أن ننتقل إلى عشبتنا المقترحة لهذا الفيديو، أترككم مع هذا الفاصل ونعود إن شاء الله. ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والإعجاب بفيديوهاتنا دعما لنا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشبتنا لهذا اليوم تسمى بالمغرب والجزائر غلام الرمال، والعشبة الحمراء، وقصار الحجر، والحرة الشريفة، وحبة النجوم، وبساط الملوك، وتسمى كذلك ببعض البلدان العربية ببساط الملوك، وقريقلة، وزهرة الرمال، ولها اسم عربي مشتق من اسمها العلمي الإسبرغولة الحمراء. هذه الأسماء لم نجد لها أثرا في كتب الطب القديم، اللهم إلا إذا كانوا ذكروها باسم آخر لا نعرفه. اسمها بالفرنسية صابلين غوج، اسمها العلمي سبيرجيلاريا روبرا، من عائلة القرنفليات كاريو فيلاسياي. الإسبرغولة أو بساط الملوك نبتة سنوية أو ثنائية سنين، لا نجد صعوبة في العثور عليها، بحيث نجدها منتشرة في الأراضي الرملية وخاصة في جوانب الطرقات. أولى علماء النبات والأطباء عناية فائقة بهذه النبتة القرنفلية الخيطية الشكل ذات الأزهار المفردة الحمراء، والتي تمتلك فعالية أكيدة في تهدئة آلام المجاري البولية ومخففة لنمش الوجه. الإسبرغولة الحمراء بساط الملوك لها رائحة عشبية طيبة، تستعمل العشبة كلها بعد التجفيف في الظل. التركيب راتينج، أملاح معدنية وكلوية، كربونات الصوديوم والبوتاسيوم، والسابونوزيدات والفلافونويدات، والكومارين. خصائص الإسبرغولة الحمراء بساط الملوك: مذرة للبول، وتخفض مستوى حمض اليوريك في الدم، وتذيب حصى الكلى والمتانة، وخافضة للدهون في الجسم. تستعمل هذه العشبة في علاج حصى الكلى والمتانة
ولتخفيف آلام المغص الكلوي وآلام داء النقرس المسمى مرض دوغوت داء النقطة، وتستعمل لتخفيض حمض اليوريك في الدم. طريقة الاستعمال لهذه الأمراض: أن يأخذ المريض 100 جرام من العشبة المجففة كاملة، ويضيف عليها 1 لتر ماء ساخن بدرجة الغليان، وتترك لترقد 15 دقيقة، ويستعمل منها كأس بعد كل وجبة رئيسية. أما استعمالها لعلاج الكلف والنمش، فيأخذ المريض القدر الذي يكفيه من العشبة المجففة المدقوقة ناعما، ويخلطه بزيت الزيتون أو الفازلين، ويستعمله طلاء على الأماكن المصابة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ببعض شيء، وبهذا نكتفي على أمل اللقاء بكم في عشبة جديدة وفيديو جديد. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.